نحن نتعرض لهجوم جيل جديد من الجراثيم. 30 كائنا جرثوميا فريدا وقاتلا ظهرت خلال الأعوام 25 الماضية فقط، وفي الوقت نفسه عاد 20 عدوا قديما للظهور ثانية في أشكال أفظع وأكثر مقاومة للعقاقير. هذه البكتيريا والفيروسات والطفيليات تتعقبنا كل يوم في كل أنحاء العالم. هذه حرب ظن معظمنا أننا فزنا بها. إنها حرب يتكيف فيها كل من البشر والميكروبات مع كل خطوة من الطرف الآخر. إنه صراع ملحمي بين البشر والجراثيم لا تكون فيه سوى حياة البشر على المحك. مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن نادراً ما تستقطب الاهتمام وسط المساحة الشاسعة للغرب الأمريكي الأوسط. إنها مدينة تفخر بمعيشة صحية ونظيفة. أعتقد أن ميلواكي مدينة جميلة، لدينا نشاطات رائعة وشاطئ بحيرة جميل أتزلج فيه، إنه الأمر المفضل لدي. إنها مدينة جميلة ونظيفة جداً. ولكن بعد 5 أشهر على حملها في ربيع عام 1993 شككت جينيفر براون بكل ذلك عندما أصابها ألم مبرح. في البداية كان مجرد ألم حاد في البطن، لكني كنت حاملا منذ فترة وجيزة، لذا ظننت أنه كان مجرد غثيان صباحي. ثم تطور المرض من آلام في البطن إلى تقيؤ وأسهال، وفكرت أنني لا أريد أن أحمل ثانية لأن الأمر مريع. لا أستطيع وصف مدى شدة الألم في معدتي. داخل جهاز جينيفر الهضمي سيطر مرض عنيف، ولم يكن للأمر صلة بحملها، فقد عانى مئات الناس في أرجاء المدينة من الألم ذاته. ازداد الألم، ولأتجنب الإصابة بالجفاف استمريت في شرب المزيد من الماء، وأنا أظن أن هذا سيساعدني، لكن المرض ازداد سوءا إلى حد أن انتهى بي الأمر في المستشفى. في معظم الدول المعاصرة يراقب موظفو الصحة دلالات تفشيات الأمراض القاتلة. في ربيع عام 1993 انطلقت صافرات الإنذار في ميلوكي. أبلغ أحد الصيادلة أن مضاد الإسهال بيع بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتساءل عما يحدث في البلدة. في اليوم ذاته بلغت المدارس ومراكز الأعمال عن حالات غياب غير عادية. عندها تيقن قسم الصحة من وجود حالة طارئة. من أول الأمور التي فعلناها كان الاتصال مع بعض المنشآت الصحية في المدينة وسؤالهم إن كانوا يستقبلون أي حالات غير عادية، وكان رد الجميع الفوري هو نعم. خلال الأيام القليلة التالية تدفقت آلاف الحالات لمصابين بإسهال حاد وجفاف وتقيؤ وحمى، والأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي أضعف ككبار السن والأطفال كانوا أكثر تضرراً، وهم أول من تعرض للموت في هذا الوباء. عندما وصلنا إلى غرفة الطوارئ كانت هناك 6 حوامل وضعهن جميعاً في غرفة واحدة. قالت إحداهن: الجميع مرضى، لابد أن هناك مشكلة ما في الماء أو الهواء. ضحكنا كلنا وقلنا: هذا مستحيل، لابد أنها مجرد إنفلونزا حادة. لكنها لم تكن كذلك، فبحلول اليوم الثالث عجت المستشفيات بالمرضى، وعشرات منهم كانت حالتهم حرجة. الجراثيم التي نتوقع ظهورها عند الإصابة بالمعدة والأمعاء هي بكتيريا السالمونيلا وشيجيلا وكامبلوباكتور أو جاردي، لكن التحاليل كلها جاءت سلبية. داخل المختبرات المحلية
كان علماء مثل ساندي سكرودروس وستيف جرادوس يبحثون بشكل مسعور عن أدلة في الماء أو الهواء أو الطعام. لا يبدو أن السبب محلي أو بسبب التجمعات الكبيرة أو المطاعم الكبيرة، يبدو أن الأمر أكبر من ذلك. إن لم يكن سبب تفشي المرض نتيجة تسمم غذائي، فما يفترس الناس أيا كان لابد أن يكون في الهواء أو الماء. مياه المدينة تأتي من بحيرة ميتشيغان القريبة. هل يمكن أن يكون الماء مصدر انطلاق قاتل مدينة ميلوكي؟ اتصلنا بخدمة المياه وسألنا إن كان قد حدث أمر غير عادي. ما وجدناه أنهم تلقوا الكثير من الشكاوى من زبائن يشكون من الماء المتسخ ومن ماء رائحته كريهة، كما أنهم وجدوا أن الماء معكر. عندما راجعنا بيانات نوعية الماء وجدنا أن الخدمة لم تنتهك أي معايير لنوعية المياه والتي كانت محددة في ذلك الوقت. بقي مشتبه أخير في القائمة، الهواء. هل يمكن أن يوجد قاتل فتاك يطفو في هواء ميلوكي؟ المرض المنتقل جوا يؤدي إلى مرض تنفسي بأعراض تنفسية. لم نرى أعراضا تنفسية هنا، وإنما أعراض معوية. مع استبعاد احتمال انتقال المرض عن طريق الطعام والهواء، وبما أن الماء كان سليما، ترنح التحقيق. تزايد الضغط لمعرفة القاتل مع وصول عدد المصابين إلى 100,000 بحلول نهاية الأسبوع. لم أكد أستطيع الوقوف، كنت في الحمام طوال الوقت، وإن خرجت من الحمام فقد كان ذلك فقط ضمن منزلي. اضطررت للتغيب عن العمل، لم أستطع عمل شيء. مع عدم الوصول إلى نتيجة، أجبر المحققون على إلقاء نظرة ثانية على مخزون المياه المحلية، فقد كان الإشارة الوحيدة التي تشير إلى أن هناك أمرا غريبا. حينها لم يكن لدينا دليل قاطع بأن السبب كان ماء الشرب، لكننا توقعنا ذلك. وفي أحد الاجتماعات سألنا المحافظ قائلا: هل يمكن أن تشرب الماء؟ فأجبناه: لا. وكان هذا مبررا له ليطلب استشاريا في غلي الماء من أجل مجتمعنا. بعد أسبوعين على تفشي المرض، طلب مجلس البلدية من الناس في ميلوكي أن يغلوا كل مياههم، فأصيبوا بالفزع وخزنوا أكبر قدر ممكن من المياه المعبأة. انتشر الفزع وغرقنا بالمكالمات الهاتفية التي وردتنا. كانوا يسألوننا عن إعداد طعام الأطفال، هل من الآمن إطعام الحيوانات الأليفة وشرب الماء؟ هل نستطيع الاستحمام؟ كنت أكثر قلقاً على الجنين لأنني كنت في مرحلة مبكرة جداً من الحمل. خشيت أن أفقده لأنني كنت مريضة جداً، ولم أعتقد أبداً أن السبب هو الماء. أقر الخبراء بالأمر أخيراً. هناك جرثومة فتاكة تعيش في مخزون مياه المدينة. لم يرى شيء كهذا من قبل في أمريكا. 400,000 شخص، أي ما يعادل 80% من السكان، أصيبوا بالمرض. في صيف عام 1993 كانت ميلوكي في قبضة تفشي وبائي لم يسبق له مثيل. لكن أيا كان ما يصيب الناس بالمرض، فإنه لم يترك أثرا تتعقبه المخابر المحلية، إلى أن لاحظت عالمة جراثيم أمرا غريبا أثناء فحص لعينة غائط غريبة. الطريقة المعتادة هي أن نضع قطرة من اليود فوق الشريحة التي تحوي العينة ونبحث عن الطفيليات التي ستأخذ مظهرا بنيا ضاربا إلى الحمرة. يمكن حينها رؤية الداخل الذي لم يكن بالإمكان رؤيته عادة. هذه العينة بالتحديد كان فيها الكثير من الأشياء الدائرية التي لم تستقبل اليود، لكن كان لديها شكل وحجم موحد. كان هذا بالتأكيد يعني شيئا ما. إنها ليست مجرد حطام عشوائي، وإنما تعني شيئا ما. ذكرت الأشكال ساندي بشيء سمعت عنه من قبل، إنه طفيلي قاتل اسمه كريبتوسبوريديوم، يوجد عادة في الأبقار،
أيمكن أن يقفز هذا الطفيلي من الحيوانات إلى البشر؟ أردت أن أتأكد منه، لذا طلبت من أحد زملائي أن يفحصه. قلت إني أعتقد أنه كريبتوسبوريديوم، وقال هذا ممكن، علينا استخدام صباغ لكشف تركيبته. صدق حدس ساندي باستخدام تقنية جديدة. أصبح بإمكانها أن ترى الآن الجرثومة القاتلة التي غزت مياه المدينة وآلاف الناس من أمثال جينيفر براون. كانت بالفعل جرثومة كريبتوسبوريديوم. كانت الجرثومة محمية داخل قوقعة مدرعة داخل معدة جينيفر. ساعد حمضها الكبسولة على التحطم كاشفة عن بنية الطفيلي التي تشبه المجسات والتي طمرت نفسها في الأمعاء، استقرت هناك واستعدت لتأكل وتتكاثر وتخرب. الأمر الفريد في الجرثومة والذي يجعلها أكثر فاعلية هو حقيقة أنها صغيرة ولا تستجيب للمضادات الحيوية، لذا عندما يصاب المرء بالجرثومة فليس هناك الكثير لنفعله للمعالجة باستثناء ترك الجرثومة لتأخذ مسارها. قاوم جسد جينيفر بطرح الغزاة عن طريق إسهال حاد، ولكن الجفاف الناتج عن ذلك يمكن أن يقتل الضعفاء أو الحساسين. وكم كان ذلك مؤلما ومتواصلا، كان الأمر مروعا. كانت جينيفر وجنينها قويين بما يكفي لينجوا من هذه المحنة، لكن لم يكن الجميع محظوظين. مات أكثر من 100 مريض من كبار السن والضعفاء أثناء تفشي الوباء. ولكن ماذا كان يفعل هذا الفيروس في مخزون الماء؟ فهذا الطفيلي عادة ما يكون في المواشي. لقد طرحته وسقط على الأرض بسلام، وإن كان على الأرض وأمطرت يسيل الماء ويشق طريقه في نهاية الأمر إلى النظام المائي. في تلك السنة تسببت الثلوج الكثيرة بسيول انتهت في البحيرة، أو ربما كان السبب تصريفا غير نظامي. زودت خدمة مياه ميلوكي بنظام جديد مضاد لفيروس كريبتو. اعتمدنا في السابق على الكلور، وأضفنا الأوزون لكل من علاجاتنا النباتية كمطهر جراثيم أساسي. خلال 14 يوما أصيب نصف مليون شخص بالمرض. ظهر فيروس كريبتوسبوريديوم ثانية عند البشر في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وفلوريدا وتكساس، إلى جانب كندا وأوروبا وحتى أستراليا. كان هذا أكبر انتشار لمرض ينتقل عبر الماء في تاريخنا، ونأمل أن يكون الأخير. انتشار المرض في ميلوكي أظهر الضرر الذي يمكن أن يحدث عندما يعبر فيروس قاتل حاجز النوع. الفيروسات القاتلة الأخرى كالإنفلونزا والسل قفزت أيضا إلى البشر من الماشية. تكيف الجراثيم نفسها منذ مليارات السنين، لكن تغيير مضيفها ليس الحيلة الوحيدة التي تعرفها. فالتطور سبب فيروسات معدية محصنة تماما أمام العلم. الحياة في قرية كوينيبرو الإنجليزية الهادئة التي تقع على بعد 3 ساعات شمال لندن رتيبة ومسالمة، ونادرا ما تجتذب أي اهتمام من العالم الخارجي باستثناء حفنة من السياح الذين يعبرونها خلال الصيف، معظمهم يكونون في طريقهم إلى مكان آخر. ولكن في صيف عام 1996 هدد وجود جديد في البلدة تلك السكينة. هذا سيقود أخيرا إلى حديث عن قنبلة موقوتة بيولوجية تصيب الأمة كلها. تبدأ القصة بامرأة شابة اسمها باميلا بيلس. باميلا فتاة حيوية جدا ولم تكن تعاني من أي مشكلة صحية. المرض الخطير الوحيد الذي عانته أثناء طفولتها كان السعال الديكي لعدة أيام، لكن عدا عن ذلك فقد كانت في صحة جيدة. في عمر 22 أصيبت باميلا بمرض غامض. من دون سابق إنذار بدأت هذه الشابة المعافاة تصارع الاكتئاب، وبعد فترة قصيرة عانت من مشكلة تتعلق بتوازنها.
خلال 24 ساعة كانت تسير بشكل جيد ثم لم تعد كذلك. في أحد الأيام ذهبت إلى العمل وبعد الغداء لم تعد متوازنة. ظنت المديرة أنها شربت الكحول على العشاء، لكنها اكتشفت أنها لم تفعل، وقد أدركت أن هناك مشكلة ما. عندها أرسلتها إلى طبيب الشركة. بدا للطبيب ظاهريا أنها حالة إنهاك. على سبيل الاطمئنان نصح الطبيب باميلا بتحديد موعد مع طبيب العائلة العام. هو أيضا علل المرض بالإنهاك ووصف لها مهدئا الذي منعناه عنها فورا لأنه سبب لها صداعا حادا جدا. عندما لم تتحسن حالتها خلال الأسابيع التالية أرسلت باميلا إلى طبيب نفسي. لم يستطع أن يشخص حالتها وأشار عليها بعيادة طبيب مختص بالدماغ. كانت حالة باميلا مختلفة عن أي حالة طبية شاهدتها في حياتي. الأمر اللافت كان أنه عندما تتحدث إليها تفعل حركات غريبة لم تستطع السيطرة عليها. الأمر الآخر أنه عندما تتحدث إليها فستكتشف أنها تعاني من مشاكل تتعلق بالذاكرة. هل تذكرين تاريخ ميلادك؟ نعم، إنه 9 أكتوبر تشرين الأول سنة 1974. والأمر اللافت الثالث كان عدم توازنها، لم تستطع التوازن كما يجب. كان الأمر مقلقا، لكننا كنا نجلس معها ونقول لا تقلقي يا باميلا، أنت تمرين بوقت عصيب ولكننا هنا معك، سنعتني بك، ستخرجين من المحنة، لا يهم مهما استغرق ذلك من وقت. أثناء ذلك ظهرت حالة مرضية غامضة مشابهة في الجوار. سيطر الخوف على القرية. بالنسبة إلى آرثر بيلس فإن شتاء ذلك العام كان معذبا. ازدادت ابنته مرضا في حين ظل الخبراء محتارين. هل عانت من اضطراب عقلي موروث غريب؟ هل كانت هذه حالة جينية؟ هل كانت حالة تدهور عصبي غير عادي؟ هل كان شبيها بمرض ألزهايمر؟ تساءلنا أنا وأمها عما يمكن أن يكون المرض. هل هو مرض تصلب الأنسجة العصبية؟ هل هي جلطة؟ سألنا الطبيب أبوت إن كان مرض باركنسون أو تصلب الأنسجة العصبية، وكان يرد قائلا لا لا. آرثر بيلس الذي كان بائع لبن في ذلك الوقت رأى صحيفة أثناء تسليمه اليومي. العناوين الرئيسية في الصفحة الأولى كانت عن فتاة ماتت من مرض سي جي دي، تلف خلايا الدماغ العصبية. لذا بدأت أقرأ المقالة وأقارن الأعراض. قلت نعم، بام تعاني من ذلك ومن هذا. ثم قررت أن أسأل الطبيب أبوت عن الأمر عندما أراه. قلت له لا أظن ذلك، فهي لا تناسب الأوصاف التي لدينا، ولكن بما أننا لا نعرف المرض الذي تعاني منه فسنكون منفتحين بشأن كل الاحتمالات. مرض سي جي دي أو مرض كريستفيلد جاكوب من أكثر الأمراض المروعة والمعدية. عندما يظهر يكون بمثابة حكم بالإعدام. سببه بروتين غريب اسمه برايون، وهو معروف بأنه يثقب دماغ ضحيته ثقوبا صغيرة. إنه ليس بكتيريا أو فيروس. برايون جديد على العلم ولا يزال عصيا على التدمير حتى الآن. في الحقيقة دفن بعض ضحاياه في أكفان رصاصية لمنع هذا البروتين القاتل من الانتشار. هذا المرض فريد من نوعه، لأنه عبارة عن بروتين محدد يوجد بشكل طبيعي في الجسم ويصبح متغيرا في تركيبته وقابلا للانتقال إلى كائنات حية أخرى، وبشكله المتحول يصبح مدمرا للدماغ. لم يتضح تماما كيف ينتقل، لكن العلماء يشكون بأنه يتصل بشكل وثيق مع مرض آخر تسببه بروتينات برايون، وهو مرض BSE أو جنون البقر، والذي سمي بذلك نظرا للأعراض الغريبة التي تظهر لدى ضحاياه. بحلول أواخر الشتاء أصبحت باميلا عاجزة عن الحركة. أثناء زيارة لمختص في لندن لم يقوى آرثر أو زوجته على سؤال الطبيب إن كانت ابنتهما تعاني مرض سي جي دي. لذا اتصلت في اليوم التالي هاتفيا وقلت له ما هو المرض؟
فقال إنه مرض سي جي دي. قال ذلك ببساطة. خلال السنة ونصف التالية تدهورت حالة باميلا الصحية تدريجياً، بينما بذل آرثر وزوجته جهدهما لجعلها تشعر بالراحة. لكن في خريف عام 1998 وبعد سنتين على إصابتها بذلك المرض الغامض، ماتت باميلا بيلس. السبب الرسمي للوفاة كان نوعاً مختلفاً من مرض سي جي دي، إنه نسخة جديدة لمرض التلف الدماغي. على مدى الأشهر 18 التالية تم التبليغ عن حالات أخرى مشابهة، كنا نصادف حالة كل 3 أشهر تقريبا. عندما انتشرت الأنباء بشأن شخصين آخرين ماتا بالطريقة ذاتها، انتشر الذعر خوفا من وباء يسيطر على كل أنحاء بريطانيا. مع موت 3 أشخاص بنفس المرض، انتشرت إشاعة عن وباء مرضي هائل كما تنتشر النار في الهشيم. كان هناك خوف كبير من أن يتحول هذا إلى وباء منتشر، وأن مئات الآلاف من الناس سيصابون به، وأن هذه هي بداية ما سيكون مرضا وبائيا. محققا الأمراض فيليب مونك وجيري برايانت استدعيا لاكتشاف مصدر المرض ووضع حد لمخاوف الأمة. الشيء الوحيد الذي ظن الناس أنه يتصل بهذا المرض هو أكل لحم البقر، والناس كما تعلمون يأكلون لحم البقر، كما أن المرضى 3 الذين ماتوا أكلوا لحم البقر. وماذا بعد؟ وصلنا إلى استنتاجين في نهاية هذه المرحلة. الأول، يمكن للمرض أن يحدث صدفة، والثاني، لم نستطع إيجاد أي رابط مشترك يربطهم في أي حالة، لذلك سجلنا هذا كملاحظة وتركناه عند ذلك الحد. لكن بعد بضعة أشهر ظهرت حالتان أخريان، ومرة أخرى من قرية كوينبورو الصغيرة. لا يمكن أن تكون مجرد مصادفة، ففي تلك المرحلة ظهرت 84 حالة في أنحاء الأمة، 5 منها حدثت في قرية واحدة. لا بد من وجود سبب لذلك. مع أن مرض سي جي دي يتشابه كثيرا مع مرض جنون البقر، لكن لم توجد صلة مباشرة. استمر المحققون في البحث عن مصادر محتملة أخرى لهذا الوباء. منذ البداية كان هناك الكثير من الأفكار بشأن كيفية حدوث هذا المرض. فكروا بالماء والهواء والطعام وبكل الاحتمالات التي خطرت لهم. بدأ الطبيبان مونك وبرايان طرح الأسئلة على كل بيت. كان عليهما أن يفكرا بكل شيء مشترك بين الضحايا، بدءا من مدارسهم وانتهاءا بحيواناتهم الأليفة. استثنينا بعض الأمور الغريبة مثل أسمدة مسحوق العظام. هل زرعتم خضركم في منازلكم الخاصة؟ إحدى النظريات الغريبة الأخرى كانت أكل طعام الكلاب. هل أكل طفلكم طعام كلاب؟ أو هل أطعمتم طفلكم طعام كلاب؟ بعد شهرين من الأبحاث المنهكة، بدأ المحققون يضيقون قائمة العوامل المشتركة بين المرضى. ما عرفناه من خلال الذين أصيبوا بهذا المرض أمران أثارا الاهتمام. الأول هو أنهم أكلوا لحم بقر أكثر من الأطفال الذين في عمر مماثل لهم والذين يعيشون في المنطقة ذاتها. وثانيا، لحم البقر الذي أكلوه اشتروه من متاجر جزارين محليين وليس من المجمعات التجارية. اقتنع الخبراء أن مرض BSE ومرض CJD الجديد هما المرض ذاته، وذلك النوع الجديد جاء نتيجة انتقال مرض جنون البقر إلى البشر. إن كان مرض CJD هو مرض جنون البقر لدى البشر، فكيف شق طريقه إلى البشر؟ ولماذا تركز في كوينبورو بينما انتشر مرض جنون البقر في كل أنحاء بريطانيا؟ استجوبوا كل من له علاقة بالماشية، وعندما لم يتوصلوا إلى أي نتيجة لم يبقى أمامهم سوى مجموعة الجزارين. No,
عندما تكون جزارا وتشتري الحيوان من المسلخ فإنك تشتري الحيوان بالكامل. بالنسبة إلى كثير من الجزارين فإن الرأس لحم مريع ولم يكونوا مهتمين به. قلة من الناس فقط تخرج الدماغ من الجمجمة. بسبب صعوبة عملية إخراج الدماغ واستغراقها الكثير من الوقت، قلة من الجزارين فقط استمروا في بيع الدماغ بحلول ثمانينيات القرن العشرين. الدماغ مادة دقيقة جدا، لذا يلتصق بالسكاكين وبألواح فرم اللحم. إن كانت البقرة مصابة بمرض جنون البقر يكون دماغها مليئا بهذه البروتينات الضارة التي نسميها برايون، وهي التي تسبب المرض. بعدها يضع الجزار قطعة اللحم التالية، لذا عندما تقطع ذلك الجزء من أنسجة الدماغ فأية أجزاء دقيقة تقل في حجمها عن حبة الفلفل ستلتصق بقطعة اللحم وتدخل ضمن سلسلة الغذاء. لذا إن أكلت اللحم الذي تلوث بأجزاء من أنسجة الدماغ فستكون هناك جرعة كافية في البروتين قادرة على التسبب بالمرض، وهذا يسبب مرض السي جي دي الجديد. حتى طبخ اللحم لن يوفر الحماية. لإثبات الصلة بقي سؤال واحد: هل اللحم الذي تناولته الضحايا قديم من الجزارين الذين أزالوا الدماغ؟ كانت لدينا 5 حالات، 4 منها تمكننا من ربطها بعملية الذبح هذه. إحدى هذه الحالات كانت متصلة بجزار عائلة بيلس، وقال لي: لقد أخبرتك كيف حدث الأمر. وقلت له: نعم فعلت. في تلك اللحظة أدركنا أننا اكتشفنا لغز ما حدث ولماذا ساءت الأمور. كانت لحظة أساسية جدا، إنها واحدة من اللحظات التي لا يمكن نسيانها أبدا. منذ ذلك الحين قتل نوع سي جي دي الجديد أكثر من 100 إنسان في بريطانيا و300 آخرين في فرنسا. والآن مع اكتشاف مرض مماثل أساسه بروتين برايون في أمريكا الشمالية لدى الأيائل وظباء الألكة يسمى مرض الهزال العضال، هناك مخاوف جديدة من أن ينتقل أيضا إلى البشر. ارتفع معدل الوفيات في أمريكا الشمالية نتيجة الأمراض المعدية حتى وصل إلى نسبة تتجاوز 50% رغم المضادات الحيوية الحديثة. بفضل شكل آخر من التكيف تتمكن بعض الجراثيم من البقاء. إليكم مثالا عن مدى خطورة هذه الجراثيم القادرة على التكيف. حدث في وينستون سالم في كارولينا الشمالية في عام 1993. كانت كيم روبرتسون مسؤولة عن السيطرة على الأمراض المعدية في مستشفى محلي. بينما كنت أراجع التقارير اليومية أدركت أننا ربما نواجه مشكلة، فقد وجدت أن عدد حالات مرض الالتهاب الرئوي الذي حدث خلال فترة زمنية قصيرة كان كبيرا جدا. خلال عدة أيام وصل إلى المستشفى 3 مرضى آخرون مصابون بمرض الالتهاب الرئوي، فزاد العدد إلى 6 مرضى. بدأ أن هناك نوعا من الجراثيم المعدية ينتقل من سرير إلى آخر داخل المستشفى. كنت أحاول جمع كل الأدلة والبيانات التي سأقدمها إلى علماء الأوبئة، وعندها يواصلون العمل من هناك. بدأت كيم أخذ عينات من المرضى المصابين وإرسالها إلى المختبر من أجل فحصها. ما اكتشفته بث الرعب في كامل أنحاء المستشفى. أثبت فحص الزرع البكتيري أنهم يعانون من مرض MRSA. MRSA هو اختصار المرض المقاوم لعقار الميثيسيلين. إنه شكل جديد وأكثر فتكا من البكتيريا الشائعة التي تسبب مرض المكور العنقودي، ولكن خلافا لمرض المكور العنقودي المعتاد فإن MRSA يقاوم معظم المضادات الحيوية. هذه الجرثومة الخارقة تهاجم نحو 1,000,000 شخص سنويا في أنحاء العالم. إنه مرض معد ومميت ويختبئ على سطح الجسم، ولكن إن دخل الرئتين فهو يلتصق بجدار الأكياس الهوائية ويتكاثر. وككل الكائنات الحية فإنه يفرز البراز، لكن برازه سام بالنسبة إلى البشر.
مع تزايد عدد البكتيريا التي تفرز هذا البراز السام تبدأ خلايا الرئة بالموت. لقد تعالجنا خلال 40 أو 50 سنة الماضية بالمضادات الحيوية إلى حد أن البكتيريا لم تعد تستجيب لها كما كانت. الأمر يتطلب المزيد من الجهد للتخلص من هذا المرض. معظم أشكال البكتيريا تقتل بالمضادات الحيوية، ولكن هناك احتمال بأن جرثومة واحدة من أصل الملايين تخضع لعملية تحول تجعلها تنجو. هذه البكتيريا هي التي عاشت لتتكاثر وخلقت جيلا جديدا من البكتيريا المقاومة للعقاقير. وعندما تصبح مقاومة للمضادات الحيوية علينا أن نبدل بشيء أقوى. خط الدفاع الأخير هو مضاد حيوي اسمه فانكومايسين، ويجب استخدامه بحذر لمنع نمو المقاومة، ولكن مع سيطرة المكور العنقودي بقوة فلا خيار إلا تقديمه إلى المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي. في اليوم الثالث اعتمدوا على محقق الأمراض بوب شيرتز ليجد مصدر الوباء قبل أن يواجه المستشفى كارثة كبيرة. من أكثر الطرق الشائعة التي ينتقل بها براز المكور العنقودي هو أن المريض يكون مصابا به، يحتك الممرض بالمريض بطريقة ما، عندها إما أن تنتقل الجراثيم إلى يديه أو ملابسه ثم يحتك بمرضى آخرين، وهكذا تنتقل الجرثومة من شخص إلى آخر. ليمنعوا تفشي الوباء أمروا عمال المستشفى بارتداء الثياب المعقمة والقفازات، ثم فحصوهم ليروا إن كان أحدهم يحمل المرض المقاوم لعقار الميثيسيلين. أجرينا عملية المشفى لنرى إن كان أحدهم مصدر انطلاق الجرثومة، لكن النتائج كانت محبطة، لم يكن أي منهم يحمل جرثومة المرض. على الرغم من هذا أمن بحث بوب أدلة حيوية بشأن مصدر الوباء وكيف يمكن للبكتيريا أن تغزو رئتي المريض. تمكنا من إظهار عاملين خطيرين مهمين لدى هؤلاء المرضى الذين يظهر المرض لديهم. أحدهما هو أنهم مزودون بالأنابيب، وهو أكبر عامل خطر يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، والعامل الآخر هو التعامل مع هذا الطبيب الاستشاري تحديدا. هل يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن العناية بصحة المرضى هو نفسه الذي ينقل لهم المرض؟ مع عدم وجود المكور العنقودي المقاوم للميثيسيلين على جلد الطبيب ازداد الغموض. في هذه الأثناء تزايدت الضغوط لإيجاد الأجوبة، وبحلول نهاية الأسبوع مات 2 من مرضى الالتهاب الرئوي. تلوث مستشفى ويك فورست الجامعي وعزل لوجود الوباء فيه. فشل بوب في إيجاد المرض على جلد الطبيب الذي كان يعالج المرضى المصابين، ولكن تبقى مكان واحد لتجربة الفحص عليه، إنها فتحته الأنفية، وهناك وجد الطبيب المرض. طلبوا فحصا للحمض النووي ليروا إن كان مرضه يطابق حالة المرضى في وحدة العناية المركزة. نأخذ عينة الحمض النووي من الجرثومة ونقطعها لفحصها، عندها نحصل على شكل يشبه السلم. إن قارنا السلالم المأخوذة من جرثومة المريض مع جرثومته هو، فالمفروض أن تتطابق مع بعضها وفي المواقع ذاتها، وقد تطابقت تماما. جاءت البكتيريا من الطبيب، ولكن مع أن جرثومة المكور العنقودي يمكن أن تستقر في أنوف الناس، إلا أن أحدا لم يعلم أبدا بأنها تنتشر من هناك. أخيرا حصل بوب على الأدلة التي كان يبحث عنها. سألناه إن كان قد تعرض لأي مرض في الجهاز التنفسي أثناء فترة انتشار الوباء، وتبين أنه عانى من مرض تنفسي قوي امتد طوال فترة الوباء. قرر بوب أن هناك طريقة واحدة فقط تثبت أن زكام الطبيب مرتبط بالوباء.
فكرنا بأننا إن أعطيناه مرضا فيروسيا فإن ذلك قد يزيد قدرته على نقل الجرثومة عبر الهواء مثلا. تم الترتيب لإجراء هذه التجربة الغريبة. أعطى بوب عمدا الطبيب فيروس زكام ثم أجلسه أمام شبكة من أطباق الأغيرة لعدة ساعات في كل مرة. ستكشف الأطباق أي جراثيم مقاومة للميثيسيلين تنتقل جوا ويزفرها الطبيب. احتفظنا بالأطباق التي تحوي جرثومة المكور العنقودي المقاومة للميثيسيلين، وأحصينا العدد الإجمالي لمستعمرات الجراثيم. خلال الأيام الأولى لم نجد أي جراثيم مكور عنقودي في الهواء المحيط به، ولكن بعد إصابته الفيروسية أطلق 3 جراثيم في الهواء في الأيام الأولى، وفي اليوم الخامس بلغ العدد 40 جرثومة في الهواء. أظهرت تجربة بوب أن هذه الجرثومة المقاومة للميثيسيلين لا تحتاج إلى اتصال يدوي لتنتشر، وأن الزكام العادي يمكن أن يحول حامل الجرثومة إلى ناقل بشري يرش رذاذا قاتلا من هذه الجراثيم. كان ذلك شيئا لم نرى مثله من قبل. لقد نشر الجراثيم إلى المرضى من دون فعل شيء سوى التنفس، بأنه وكما تبين فهو لم يسعل، لم يفعل شيئا سوى التنفس، حتى أنه لم يكن مضطرا للنفخ في أنفه. استنتج التحقيق أن هذه الجراثيم التي انتقلت جوا حطت على الأرجح على الأنابيب التي كانت تؤمن الأكسجين للمرضى. من هناك أصبحت الرحلة قصيرة إلى الفم والرئتين. أصيب بالعدوى 8 مرضى إجمالا ونجا منهم 6 فقط. لن يطول الوقت قبل أن نبدأ برؤية جراثيم مقاومة للفانكومايسين، لذا تكمن الخطورة في أننا قد نواجه أخيرا جرثومة لا يمكن علاجها أبدا. الاستخدام الكثيف للمضادات الحيوية في المستشفيات يمكن أن يحول أماكن العلاج إلى أماكن لتطور المرض. تطورت مقاومة جراثيم قاتلة أخرى مثل إيكولاي والسلمونيلا وجرثومة السل. عندما تنتقل الميكروبات إلى البشر فإنها تكون المتفوقة غالبا، لكننا أيضا نتعرض لخطر قاتلين جدد عندما نخرج من موطننا الطبيعي وندخل موطنهم. فيرفيلد جلايد في تينيسي واحدة من الأماكن التي تكثر فيها أعداد متزايدة من المجتمعات المتقاعدة التي تظهر في هذا الجزء من الولايات المتحدة. يأتي كبار السن إلى هنا من أجل الطقس وطريقة الحياة، وطبعا من أجل لعب الجولف. إنه مركز الجذب الرئيسي لجون وبيفرلي ويلتون. الرحلة إلى هنا في الربيع ورؤية النباتات المزهرة تشكل أروع المواقع التي يمكن رؤيتها. عندما تعبر ذلك الطريق العام فإنك ترغب في البقاء هنا، وطبعا ملاعب الجولف في منتهى الروعة. لقد وقعنا في حب هذه المنطقة، إنها قطعة من الجنة. لكن ما لم يظهر في الكتيبات انتقال جار جديد غير مرغوب فيه إلى هنا. إنه جار لم يسمع به أحد حتى يونيو حزيران من عام 1993. كان جون ويلتون أول من تعرف عليه. لعبت الجولف في الصباح ثم عدت إلى البيت وساعدت بيف في اقتلاع بعض الأعشاب الضارة. بعدها دخلت لأتناول العشاء. حضرت وجبته المفضلة لكنه لم يستطع أن يأكل، وفي اليوم التالي بدأت الحمى. عانيت من الحمى نحو 4 أو 5 أيام، وفي يوم الاثنين ذهبنا لعيادة الطبيب. أعطاه مضادا حيويا بدا مفيدا وطلب منه أن يتناول دواء تايلانول أو آيبوبروفين لمعالجة الحمى.
عندما عاد بعد عدة أيام كانت حالته أسوأ بكثير، وكان أيضا مصابا بصداع حاد. افترضت أنه مرض فيروسي، لم أتمكن من التعرف إليه، وكان حادا وغير عادي. لم يكن جون الوحيد. خلال يومين عانى رجلان آخران من الأعراض ذاتها في عيادة الطبيب شيرل. في ذلك الوقت أصبح من الواضح أنه وباء متفشٍ. فحوص الدم التي أجراها جون والآخرون لم تقدم أي تشخيص محدد. بدأت حالته تتدهور بشكل شعرت أن هذه مشكلة غير عادية، فأردت الاستعانة بخبرة طبيب آخر لأرى إن كانت لديه أفكار أخرى. في المركز الطبي في جامعة فاندربيلت طلبت المساعدة من عالم الميكروبات ويليام شافنر. فكر الأطباء المحليون بعدد من الأمراض السريرية البسيطة التي تحدث بين حين وآخر بين السكان. هل يمكن أن يكون مرض السلي أم مرضا كلويا؟ لو كانت مدينة كبيرة لفكرنا بوجود متعاطي المخدرات أو شيئا كهذا. هذا مستبعد بين هؤلاء السكان كما هو واضح، لذا فقد كانوا في حيرة من أمرهم. بعدها وجدت نفسي في سيارة الإسعاف. أذكر أن بيف تبعتني في سيارة، وبعد أن وصلت إلى المستشفى لم أعد أذكر شيئا. بعد مرور أسبوعين على إصابة جون بالحمى وضع في وحدة العناية المركزة، وبعد 3 أيام دخل في غيبوبة. وقعت فيرفيلد في قبضة وباء غامض. عدة أناس وكلهم من جماعة الجولف مرضوا بشدة. 4 منهم أدخلوا إلى المستشفى. كان فصل الصيف، وهذا كان مجتمعا ريفيا، لذا كان من أول الأمور التي فكرنا بها هو مرض ينقله القراد. في الجنوب كانت هذه العناكب الصغيرة تنشر مرضا اسمه الحمى البقعاء. إنه مرض خطير، ولكن لاحظوا اسمه، الحمى البقعاء. يعاني المصابون فيها غالبا من الطفح الجلدي. كان لدينا هنا 3 أشخاص لم يعانوا من الطفح الجلدي، مما جعل الأمر مستبعدا أكثر. بينما استمر البحث عن مشبوهين آخرين، بدأت أعضاء جون الحيوية تنهار، ووصل عدد المصابين إلى 12 شخصا. يوجد هناك 4 ملاعب جولف، لذا كان هذا أحد العوامل، لأنها تخرجهم إلى الخارج وتجعلهم يزاملون الحياة البرية. إن ذهبتم إلى هناك في الصباح الباكر فسترون الأيل. يعلم شافنر أن القراد يحب التغذية على دم الأيائل، وبوجود محمية حيوانات برية قرب الملعب فمن المرجح أن القراد كان موجودا هناك، وأن هذه الأيائل تحمل قرادا. اكتشف مؤخرا أن هذا القراد يحمل بكتيريا قاتلة جديدة بالنسبة إلى العلم اسمها إيرليكيا. حينها لم يكن هناك الكثير من المخابر التي تستطيع اكتشاف مرض إيرليكيا. كان مرضا حديث الظهور، كان جديدا جدا. أرسلت عينات دم المرضى إلى مراكز السيطرة على الأمراض في أتلانتا. كانوا يبحثون عن مرض لم يرى في البشر قبل عام 1987. إنه يبدأ بلسعة غير مؤلمة لقرادة تمتص الدم. تمتص القرادة الدم ثم تتجشأ غذاءها على الإنسان، أو بكلمات أخرى تتقيأه. إنها تستمتع بوجبتها. عندما تفعل ذلك فإنها ترسل بكتيريا إيرليكيا إلى داخل الجسم. تختبئ البكتيريا داخل خلايا الدم البيضاء، حيث تنقسم وتبدأ إحداث الفوضى في الجسم. أدرك ويليام أنه حل القضية. أثبتت الفحوص أنه كان حقا وباء من بكتيريا إيرليكيا. لكن لماذا ظهر فجأة لدى البشر؟ ولماذا ظهر على شكل وباء منتشر؟ يحدث هذا المرض لأن بكتيريا إيرليكيا تدخل جسم نوع غير مألوف بالنسبة إلى القراد. القراد مهتم بدم الأيائل. في هذه الحالة لسع القراد إنسانا ليس المفروض أن يكون موجودا. ماذا يفعل هذا الإنسان بين الأيائل؟ الطريقة التي اقترب بها لاعبو الجولف من الأيل بالتحديد كانت القطعة الأخيرة في الأحجية.
لكن كل ما تطلبه الأمر هو النظر إلى لاعبي الجولف الضعفاء هؤلاء لاكتشاف السر. يلعب الجولف في مسار محدد، ثم خطر لنا نحن من لا نلعب الجولف أن هناك بالتأكيد لاعبي جولف بارعين وآخرين متوسطي المهارة. اللاعبون الماهرون يضربون الكرة فوق المسار، والعاديون يضربون الكرة نحو الأرض الوعرة ويرسلونها إلى الأشجار أو الأجمات، وهناك يوجد القراد. كان ذلك واضحا تحديدا بين الرجال. كلما كان المرض أشد كان اللاعب أقل مهارة، أي أنه كلما كان اللاعب أقل مهارة فإنه عرضة للمرض أكثر، وبشكل خاص إن طارد اللاعب الكرة في المناطق الوعرة. في الشجيرات والغابات القريبة من ملعب الجولف يقبع القراد منتظرا ومستشعرا ثاني أكسيد الكربون الذي تفرزه الحيوانات أو البشر المقتربون. عندما ذهب جون ليستعيد كرته تمسكت قرادة بملابسه ثم زحفت إلى أن وجدت جلدا مكشوفا. دست كماشاتها في اللحم. بينما كانت القرادة تمتص الدم من ساق جون، تقيأت بعضا من وجبتها مرفقة ببكتيريا إيرليكيا. حالما تصل البكتيريا إلى مجرى دم جون يتولى المرض زمام الأمور. لماذا يصيب المرض الرجال كثيرا وليس النساء؟ لأن النساء لاعبات جولف حذرات أكثر، إنهن يريدن فقط ضرب الكرة في المسار والاستمتاع بجولة جيدة وقضاء وقت رائع. ربما كان الرجال متقاعدون، لكنهم رجال، إنهم يلوحون بمضاربهم ويريدون ضربها بقوة. احتمال أن يضربوا الكرة نحو الغابة أكبر، وعندما تصبح هناك فسيطاردونها على الأرجح. في المستشفى أعطي مرضى الوباء دواء دوكسيسايكلين، إنه المضاد الحيوي الوحيد الذي يعرفونه وينجح ضد بكتيريا إيرليكيا. تعافى الجميع تدريجيا، وبعد 6 أسابيع عاد جون إلى البيت. كل من كانوا في الوحدة التي كنت في غيبوبة داخلها جاءوا إلي وقالوا: لا أصدق أنك لا تزال حيا. كنت في غيبوبة تجاوزت 30 يوما، لا أذكر شيئا، لكنهم قالوا إني كنت سريع الغضب قليلا. انتهاكنا للبراري ساعد البكتيريا على تجاوز حاجز النوع كما يسميه العلماء، وفي هذه الحالة قفزت البكتيريا من الأيائل إلى البشر. عندما عدت إلى ملعب الجولف ثانية بعد أن بدأت أمارس الجولف ثانية، ضحك الجميع مني وقالوا: هذا جنون، لكن لا شيء سيبعدني عن ملعب الجولف ولا شيء سيبعدني عن الغابة أيضا. لا يزال مرض إيرليكيا ينتشر. أصيب أكثر من 400 شخص في 30 ولاية أمريكية إلى جانب أوروبا وأفريقيا. مرض بكتيريا إيرليكيا جديد من جانبين: الأول هو أنه اكتشف حديثا وتم التعرف عليه حديثا في العلم، لكنه يظهر في نحو آخر، والثاني أنه يصيب الناس بشكل أكبر ومتكرر أكثر، لأن الكثيرين يعيشون قرب وبين القراد. لذا نحن نؤمن للقراد الفرصة المناسبة لنقل جراثيم إيرليكيا إلينا، أي أن المزيد منا معرض للمرض أكثر. مع كل خطوة نخطوها في المناطق العذراء نجازف بمواجهة ميكروبات قاتلة جديدة، وفي كل مرة نحاول السيطرة على الوضع من خلال تطوير علاجات جديدة تتطور الأمراض المعدية وتقاوم الدواء. الجراثيم الخارقة والجراثيم التي تقفز من نوع إلى نوع، بروتينات برايون والطفيليات، وكل جيل جديد من الكائنات الجرثومية مستعد تماما مثلنا إن لم يكن أكثر منا ليستمر على المدى الطويل. لم يعد السؤال يتعلق بظهور جراثيم خارقة أخرى، وإنما بمتى وأين ستظهر.